وقعت وزيرة الشباب والرياضة مساء أمس بقاعة الاجتماعات بمباني الوزارة على تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون مع المدرب الفرنسي كورتانيان مارتينيز، وذلك لسنتين المقبلتين. يأتي التوقيع على تجديد عقد المدرب بعد المكاسب التي حققها المنتخب والمتمثلة في صعوده لأول مرة إلى نهائيات أمم إفريقيا وحصوله على جائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2018. هنا بمبنى وزارة الشباب والرياضة وأمام عدد من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وقعت وزيرة الشباب والرياضة السيدة ديندا محمد المصطفى بل على عقد جديد يتم بموجبه تمديد فترة عمل مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون الفرنسي كورتان مارتينيز على رأس الإدارة الفنية للمنتخب، وذلك للسنتين المقبلتين. وزيرة الشباب والرياضة أكدت بهذه المناسبة أن الجهود التي بذلها المدرب جديرة بالتقدير، حيث تمكن من تحقيق مكسبين ثمينين هما الصعود بشرف إلى نهائيات أمم إفريقيا والتتويج بجائزة أفضل منتخب إفريقي للعام 2018. مضيفة في هذا السياق أن ما تحقق من مكاسب رياضية جاء بفضل الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز الرامية إلى ترقية وتطوير مختلف الرياضات الممارسة ببلادنا. حفل التوقيع على عقد مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم المرابطون أشفع بمؤتمر صحفي بمقر الاتحادية الوطنية لكرة القدم، شكل سانحة لرئيس الاتحادية للثناء والإشادة بالدعم الحكومي للاتحادية والمجهودات التي قام بها المدرب خلال السنوات الماضية. تم توقيع عقد جديد مع المدرب كورنتان مارتينيز قبل دقائق في مباني وزارة الشباب والرياضة من طرف وزيرة الشباب والرياضة. بالمناسبة أولا نحن على مستوى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم نقدم كامل تشكراتنا للوزارة الوصية وزارة الشباب والرياضة عن طريقها للحكومة الموريتانية وفخامة رئيس الجمهورية سيد محمد عبد العزيز، اللي منذ البداية كانوا يدعمونا ويتوقفوا بكل ما يخص المنتخب الوطني وعقود المدربين، ومنهم عقد المدرب كورنتان مارتينيز. إذا وجب علينا أن نقدم لهم الشكر ونقول عنهم لولا وقوفهم معنا منذ البداية ما كنا بدون حصل على أي نتائج من اللي تحصلنا عليه. المدرب الفرنسي السيد كورنتان مارتينيز وجه في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الشكر للحكومة الموريتانية وللاتحادية الوطنية لكرة القدم على الثقة التي منحوه إياها من خلال التجديد له على رأس الإدارة الفنية للمنتخب، مشيرا إلى أنه سيعمل خلال الفترة المقبلة بكل جد ومثابرة رفقة الطاقم الفني واللاعبين والاتحادية على تحقيق المزيد من الإنجازات لصالح كرة القدم الموريتانية. المؤتمر الصحفي أشفع بردود وافية من طرف رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم ومدرب المنتخب الوطني على أسئلة الصحفيين، وذلك قبل أن يتم تسليم قميص المنتخب الوطني المرابطون للمدرب كورنتان مارتينيز.